طيب هنروح لناشئي كرة اليد برضو منتخب مصر. الحقيقة عامل مباراة جيدة جدا، وصل قبل النهائي وخسر من المنتخب الدنماركي العنيد بنتيجة مش بعيدة 39-35. كنا عملنا مباراة جيدة، يعني عملوا اللي عليهم الولاد، ولكن المنتخب الدنماركي منتخب قوي جدا. دلوقتي مباراة الناشئين مع منتخب كرواتيا على الميدالية البرونزية، الوقت الأساسي انتهى بالتعادل 30-30، رايحين على يعني وقت إضافي. يا رب يا رب يا رب إن شاء الله الفوز، لأنه الحياة دي هتفرق، هتفرق كتير جدا. ويمكن يكفيني ان انا اقول لكم الشوط الاول كنا متاخرين فرق هدف 18-17، وعدلنا النتيجه وتعادلنا في الشوط الثاني 30-30، يعني معنى كده انه خلص 13-12 لينا. والوقت الاضافي مهم جدا، ميداليه هتفرق، خاصه احنا حامل لقب كاس العالم لهذا السن 19 سنه الماضي، فمهم جدا احنا نبقى على منصات التتويج. يا رب ان شاء الله يكرمنا، واكيد المباراه هتخلص واحنا على الهواء، فان شاء الله نحتفل مع المنتخب بفوزه بالبرونزيه. وخلينا اقول ان هو يعني المنتخب الكرواتي كان خسر قدام اسبانيا 37-29، يعني بالنتائج اللي انا شايفها كده اسبانيا هي المرشح الاول للبطوله، تيجي وراها الدنمارك، ان شاء الله مصر في المركز الثالث باذن الله، لان الولاد دول عملوا مجهود كبير جدا. وخلينا اقول لكم ان المنتخب ده كان صعد الى كاس العالم بعد ما فاز على منتخب رواندا في وسط جمهوره على صاله كيجالي في رواندا وسط الجمهور، واستطاع يفوز فرق كبير جدا وتاهل لكاس العالم. ربنا يوفق المنتخب. بالمناسبه المنتخب ده بيقوده كابتن وائل عبد العاطي نجم نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر، كل التوفيق للمنتخب في الفتره القادمه. خلينا اقول ان المنتخب ده الفتره اللي فاتت كان تقريبا بيقوده كابتن عاصم، كابتن مجدي ابو المجد اللي كان بيقود المنتخب ده وخد معاه الميداليه، كابتن مجدي ابو المجد انا فاكر كويس قوي، ساعتها كان من سنتين وفاز بيها وتوج بالذهب يعني، وكان من المدربين المصريين القلائل اللي قدر يحصد مع منتخب مصر سواء كبير او ناشئين انه ياخد معاهم بطوله العالم.